السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح برنامج جد رائع لمحاكاة الدوائر الكلاسيك كنترول. إذا بدون إطالة كالعادة ربي التحميل أسفل هذا الفيديو. إذا كي تحملوا هذا البرنامج يجيكم الفيشي وينرار كما رأيكم تلاحظوا في هذه الصورة، ثم بعد ذلك نضغطوا على الزر الأيمن للفئرة الخاصة بكم، ثم نضغطوا على إكسترير إيسي باش نخرجوا يعني الملفات هذو عفوا. اذا ثم بعد ذلك نضغطوا على سيتاب مرتين بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نضغطوا على نيكست، ثم نعلموا على هذه على هذا الزر بهذا الشكل، ثم نضغطوا على نيكست نيكست. اذا هكذا يعني الطريقه سهله بزاف بزاف. اذا ثم نضغطوا على وي ولا اوكي. اذا كما راكم تلاحظوا يعني هذا البروغرام صغير بزاف بزاف. اذا كما راكم تلاحظوا راه الان ستبنا هذا البرنامج، ثم نضغطوا على كلوز نخرجوا من هذا المكان. اذا كما راكم تلاحظوا كتخرج لكم الايقونه الخاصه به بهذا الشكل او كي تي اس. اذا نضغطوا عليه مرتين بهذا الشكل. اذا نستناو شويه يفتح هذا البرنامج. اذا كما راكم تشوفوا راه فتح البرنامج تاعنا. اذا نضغطوا على هذه الصوره كما راكم تلاحظوا تروح هذه الصوره. اذا نقدروا يعني نحركوا هذه الاجزاء كما حبينا. اذا هذا هو البرنامج الخاص بنا. اذا نكبروه شويه. هذه لا ليبريري اذا نخدموا به. اذا حبينا يعني نغلقوها ما فيه حتى مشكل. اذا ثم اذا حبينا نعاودوا يعني نفتحوها نضغطوا لهنا كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا عندنا هذه الاشياء. اذا حبينا نديروا نوفو بروجي نضغطوا على نيو، ولا اذا فتحناه ديريكتومون فتحنا الواجهه بهذا الشكل يعني نقدروا نخدموا مباشره. اذا لهنا اذا حبينا نسيفو يعني البروغرام تاعنا ولا الشيما تاعنا ولا الدار تاعنا، اذا حبينا نسوبريميو كاش اليمون سيليكسيونيو نضغطوا في هذا لافلاش عفوا، ثم اذا حبينا نبريميو ولا نطبعوا يعني الدار تاعنا نضغطوا لهنا. لهنا كما قلنا نخدموا يعني كاين لي كومبوزو كاع لهنا. لهنا اذا حبينا نديروا لا سيميلاسيون ولا المحاكاة. اذا مثلا نديرو دارة صغيرة يعني باش نشرح لكم فقط اشياء المهمة باش ما نطولوش لا فيديو. اذا اول شيء مثلا ناخذو 3 فاز. اذا لهنا 3 فاز. اذا كما راكم تلاحظوا خرجوا في هذا المكان، ثم نضغطوا عليه مرتين كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. اذا خرجوا فاز والنتر لهنا عفوا 3 اطوار يعني 3 فاز. اذا ثم بعد ذلك نروحو كومبوزون في هذا المكان. اذا عندنا يعني بزاف اشياء. اذا هذا الكونت. اذا نديو البوبينا او الملف او الكونتاكتور كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، نضغطوا عليه مرتين كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. ثم نحتاجو الى ليميت سويتش. اذا اسمحوا لي برك. اذا نديو يعني الكونتاكت. اذا نحتاجو الى هذا الكونتاكت نورمالي اوبن يعني المفتوح في حالته العاديه. ثم نحتاجو ايضا ل ستار بوتون يعني الزر للتشغيل والزر للستوب او لإيقاف المحرك الخاص بنا. ثم بعد ذلك نحتاج أيضا إلى المحرك. إذا لهنا نروح انديكسيون سيستم عفوا انديكسيون موتور. إذا نحتاج إلى ثريفاز كما راكم تلاحظوا. إذا نحتاج هذا المحرك نجيبوه إلى هذا المكان. نحتاج أيضا يعني لكونتاكت برينسيبو نضغطوا عليه مرتين ايضا باش نستعملوهم لهذا المحرك. اذا الان نضيفوا ايضا فاز وحده باش نستعملوه لاداره يعني الكنترول. ثم نحتاجوا ايضا الى النتر كما راكم تلاحظوا. اذا الان خلصنا من هذا المكان. اذا الان نبداو من داره الاستطاعه. اذا اذا حبينا نبدلو يعني لا بوزيسيون تاع هذا لي كونتاكت مثلا نضغطوا على الزر الايمن للفئره ثم نضغطوا لهنا. اذا كما راكم تلاحظوا
الان هذا اذا حبينا يعني نيدونتيفيو هذا لي كونتاكت، اذا الان نيدونتيفيو هذا الكونتاكت ايضا، يعني نسميو هذا الكونتاكت ايضا. هذا البوبينه لازم نقلبوها باش تولي بهذا الشكل، وايضا نسميو لهذا الكونتاكت، اذا نضغط على هذا المكان نسميوه ك ام ا مثلا، ك ام ا بهذا الشكل. إذا ثم نروح إلى هذا المحرك، عفوا نروح إلى هذا الكونتاكت برينسيبو أو يعني التماسات الرئيسية. إذا أيضا كما راكم تلاحظون سميوهم ك ام ان باش يعني كي تكسيتي هاد لابوبين يغلقوا معاه هاد لي كونتاكت. إذا الآن نبداو دارات التحكم، عفوا نخلصوا قبل من دارات الاستطاعة. إذا أما فيما يخص طريقة التوصيل، إذا نضغط في هذا المكان كما راكم تلاحظون، نديو زر الفأرة الخاص بنا، ثم كما راكم تلاحظون درنا النقطة باللون الأحمر، ثم بهذا الشكل. إذا يعني طريقة سهلة بزاف بزاف. نفس الشيء لتحت، إذا بهذا الشكل. إذا الآن خلصنا من دارة الاستطاعة، نسميه هذا المحرك فقط مثلا موتور بهذا الشكل، ثم نبدأ من دارة التحكم. كما راكم تلاحظوا الآن نوصلوا هذا النتر بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نجيبوا اللفاز او الطور كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. اذا اول شيء نبداو من مفتاح للايقاف او مفتاح زر للايقاف، نسميو هذا الزر بالاس واحد، وايضا الزر للتشغيل نفس الشيء اس اثنين، وهذا يكون في هذا المكان، يعني هذا سيتان كونتاكت نورمالي اوبن، يتبع يعني هذا يتبع هذا الملف او الكونتاكتور رقم واحد. نفس الشيء نديرو كاب ام ان، اذا نوصلو ايضا اذا الان نوصلو هذا الكونتاكت. كما راكم تلاحظوا الان انتهينا من طريقه التوصيل، الان نجربوا الدارة تاعنا هل تمشي ولا ما تمشيش. اذا نضغطوا على هذا زر ران يعني باش نبداو المحاكاه تاعنا. كما راكم تلاحظوا نضغط على الاس 2، نلاحظوا هذا المحرك يعني يمشي او يشتغل. نضغطوا على زر للايقاف اللي هو الاس 1، كما راكم تلاحظوا نلاحظوا هذا المحرك يعني يقف. اذا نكتفي بهذا، نخليكم تكتشفوا وحدكم هذا البرنامج. الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. لديكم اي سؤال اكتبونه في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.